أهلا مشاهدين المصري اليوم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. نعرف إن في عربية بتمشي بالبنزين ده المعتاد عليه حاليا، نعرف عربيات جديدة اخترعوها إن هي بتمشي بالكهرباء، وده طبعا اللي معتاد واللي نعرفه، لكن عربية بتمشي بمية البحر والرتلة بتمشيها 100 كيلو ده الجديد. عربية بتمشي بمية البحر يا جماعة، الرتلة مية البحر بتمشي العربية 100 كيلو، العربية بتمشي الرتلة بتمشي العربية 100 كيلو مية البحر. نتكلم مع الباشمهندس محمود المخترع العربية اللي بتمشي بمية البحر، هيكلمنا وعرفنا بنفس الأول. معك محمود مرسي، مخترع وباحث في مجال الطاقة وليه عدة اختراعات في مجالات مختلفة. طيب عايزينك تكلمنا على العربية دي يا عم محمود، بالنسبة يعني ايه انت يعني احنا نعرف عربية العربيات بتمشي بالبنزين عربيات بتمشي بالكهرباء دي الجديدة انما انت بتقول انا اخترعت عربية بتمشي بالمية البحر والرتلة بتمشيها 100 كيلو، هو ده الموضوع؟ يعني يا ريت تشرح لنا كده واحدة واحدة. انا شايف العربية ونموذج اهو قدامنا يا جماعة، يعني هو شبه التوك توك لكن هو مش توك توك يا جماعة، يعني هو شبه التوك توك لكن هو ايه مش توك توك، هو حاجة بتلات عجلات زي ما احنا شايفين قدامنا. ايه ده بقى يا عم محمود؟ تعالى اشرح لنا كده. ده نموذج او نموذج تجريبي. تمام. نموذج تجريبي كنت مصنعه، نموذج تجريبي ثلاث عجلات كنت مصنعه، الهدف منه ان انا اقدر امشي المحرك، اساس الفكر ان انا امشي المحرك بالغاز الهيدروجين المستخرج من الميه. تمام. طبيعي ان اي محرك في الدنيا بيشتغل بالبنزين بس. لكن السبب اللي خلاني اصلا اعمله او افكر في ان انا اعمل محرك يشتغل بالهيدروجين او بديل الوقود الاحفوري او البنزين. طب هل ده النموذج ده كله كده بيشتغل بالميه ولا يعني بتدخل فيه بنزين مع الميه؟ ده المحرك بتاعه قدرته 300 سي سي، بيشتغل بالهيدروجين فقط بدون بنزين بدون اي طاقه اخرى. طب ميه الشرب دي ولا ميه البحر؟ انت بتقول لي لا ده بيشتغل بميه البحر. اي ميه موجوده مكوناتها اكسجين وهيدروجين بيشتغل باي ميه ايا كانت، ميه بحر مالح، ميه معطره، ميه مالحه، ميه حلوه بتاعت الحنفيات العاديه، باي ميه المحرك ده بيشتغل. طب اشرح لنا كده، اشرح لنا كده عليها يا باشمهندس اختراع، يعني ايه يعني اشرح لنا كده، يعني انا شايف كده معدات على وحاجات. فكره ده انا مصنعه هاند ميد، صناعه هاند ميد، الهدف منه ان انا اقدر اشغل او اثبت للعالم ان احنا نقدر نشغل محرك من غير وقود ومن غير بنزين اصلا. انت مصنعه عندك هنا في الورشه؟ عندي ورشه فراطه وتصنيع الات، فانا صنعت فيها صناعه في الجهاز او العربيه او النموذج ده صنعته عندي بالكامل في الورشه عندي. كان الهدف من تصنيعه ان انا اشغل المحرك او اشغله بالميه، اللي هو الميه الوحيده ما بتشتعلش، لكن الميه مكوناتها اكسجين وهيدروجين، الغاز الهيدروجين غاز شديد الاشتعال اكتر من البنزين، فبالتالي فكرت ازاي استخرج الغاز من الميه بطريقه مبتكره او جهاز بمواصفات خاصه يعمل لي عمليه الفصل ان انا اقدر اشغل المحرك بالهيدروجين. يعني الميه بحولها الاول لصوره غاز وبعد كده الغاز ده يخش جوه المحرك يقوم بدور الاشتعال، لكن الميه لوحدها غير قابله للاشتعال.
ويعني ده ينفع اربع كوتشات ولا هو كده اخره ثلاث عجلات؟ ده لا، هو المحرك 300 سي سي، المحرك ده يقدر يشتغل على اربع عجلات على اي حاجه، يعني مش شرط. هو شبيه التوك توك، لكن يعني هو يعني مش توك توك يا جماعه زي ما احنا شايفين، يعني هو حاجه تشبه التوك توك كده. تمام، دي المعدات اللي فيها باشمهندس. اه، المحرك وآلة الجر وكله طبعا تصميمات مختلفه غير تقليديه غير اللي موجوده في السوق. يعني دي الحاجه بتاعت التوك توك ولا دي حاجه انت عاملها؟ انا كله تصنيع هاند ميد، يعني ما عدا الموتور بس شاريه جاهز. تمام، لكن الشاسيه والبودي وكل الجسم مصنع عندي بالكامل. طب الميه بتتحط من فين يا باشمهندس؟ يعني ده هنا لو نزلنا ده كرسي. تمام، بينزل طبعا. هو طبعا العربيه متهالكه لانها مركونه بقى لها 7 سنين تقريبا. تمام، في المخزن لما ما لقتش الاقبال او ما لقتش الاهتمام الكافي من قبل المسؤولين في الدوله فركنتها. يعني الميه بتتحط من هنا من الاربه المكان ده خزان. تمام، الخزان ده بيشيل ساعته قد ايه؟ ده 5 لتر، اللتر الواحد يمشي العربيه دي 100 كيلو، لتر الميه الواحد يمشي. تاني كده، تاني لتر الميه الواحد يمشي العربيه قد ايه؟ لتر الميه في المحرك 300 سي سي اللي هو موجود بتاع العربيه ده يمشيه مسافه 100 كيلو متر. 100 كيلو لتر الواحد، لان في غاز يحتوي على تشغيل المحرك ده مسافه 100 متر. او اللتر يحتوي على غاز يمشيه 100. طب ممكن نحول يعني مثلا مركبه التوك توك ان هي تمشي، يعني هي قدها كده يعني وبحجم الموتور، ممكن مركبه التوك توك تتحول ان هي تمشي بالميه؟ نقدر نشغل موتوسيكل اللي هو 150 سي سي، نقدر نشغل لغايه 300 سي سي، نقدر نشغل بدون وقود اطلاقا. يعني التوك توك برضه 300 يعني ممكن يمشي؟ لا، التوك توك حوالي 200 250 تقريبا، يعني يمشي بالميه. ينفع يشتغل الجهاز يتحط فيه جهاز، في جهاز اللي بيقوم بدور الفصل هو ده اللي بيضاف للمحرك، ما بعدلش في المحرك اي حاجه. ما بتعدلش في المحرك خالص اطلاقا، بس بينضاف له الجهاز. اه، لكن الجهاز نفسه يقدر يشغل المحرك مباشر بدون تخزين الغاز لغايه 300 سي سي. فوق 300 سي سي مش هقدر اشغل مباشر، لكن اقدر اخزن غاز وتخزينه خطر، فبالتالي انا بعمل توفير، لغيت موضوع التخزين النهائي لان غاز الهيدروجين خطر تخزين. لكن الجهاز بتاعي اللي انا مصنعه اللي يقوم بدور التشغيل ده بيطلع لي الغاز مباشر من الجهاز للمحرك، فبالتالي مفيش اصلا غاز مخزن، فبيشتغل مباشر على طول. تمام، طب ايه الجهاز التاني؟ انت وريتني جهاز كده هنا كده. هو الجهاز ده عايزين كده تشرح لنا واحده واحده، وايه ايه شيله كده وريه لنا كده يا باشمهندس. الجهاز ده تمام، ده اللي مهمته بيقوم بفصل غذائي. ده عايزينك تشرح ايه الجهاز ده الاول؟ الجهاز ده ليه كذا وظيفه. يعني تمام، ده انت عامله هنا في الورشه؟ ده كله هندي. انت قلت لي انا بصدر منه لبعض الدول العربيه والاوروبيه. بصدر منه لبعض الدول، للسعوديه وسلطنه عمان و فاكتر من دوله بصدرها ان شاء الله. يعني في تعاقد ان شاء الله الفتره الجايه هيتم، بس هيصدر برضه حتى في لبنان. يعني طب ايه بقى ايه فايدته؟ ده بيعمل ايه في العربيه ده؟ ده مهمه الجهاز ده اللي هو بيخش جوه الميه من خلال قربه متصله بالجهاز. القربه دي قدره او كميه الميه اللي فيها 1 لتر. 1 لتر، لتر ميه واحد. اه بالظبط كده، متصل بالجهاز. الجهاز ده بتوصل ببطاريه العربيه وبيشتغل مع تشغيل المحرك مع الكنتاج. اي عربيه؟ اي عربيه. ولا عربيات محدده؟ اي عربيه ايا كانت قدرتها. تمام، الجهاز ده فيه منه احجام مختلفة. تمام، ده بيشتغل لغاية عربية 1600 سي سي اللي هو الجهاز ده، بس ده مهمته توفير وقود بس. احنا عايزين نعرف ايه فايدته بقى؟ ده بيوفر وقود للعربيات بس، ما بلغيش. يعني ايه يوفر وقود؟ بيوفر بنزين. نفترض هروح مشوار 200 كيلو بالبنزين، لا، المضيف للجهاز ده هيمشي لي 400 كيلو. يعني ده بيوفر جهاز لتوفير الوقود. بالظبط كده، ده فوق 300 سي سي بيوفر، لغايه 300 سي سي بيلغي لي البنزين اطلاقا. مش فاهمين برضه، وضح لنا يعني المعلومه دي. طيب نقول الجهاز ده تاني من الاول. تمام، الجهاز ده مهمته ده اللي احنا شايفينه قدامنا ده. الجهاز ده مهمته انه يحول لي الميه من صوره سائله الى صوره غازيه، اللي هو مكونات الميه اكسجين وهيدروجين، ذرتين هيدروجين وذره اكسجين. مهمه الجهاز ده بيحول لي الميه لصوره غازيه. تقدر تخرج من هنا منين بقى؟ نشوف كده الغاز بتخرج اه في الخرطوم ده لما يتوصل مصدر كهرباء اللي هو بطاريه العربيه.
تمام. الخرطوم ده بيتوصل لعمة العربية. تمام. أو المدخ بتاع العربية. لما جهازها بيشتغل بيطلع غاز الهيدروجين، بيخش يختلط مع البنزين جوه غرفة المحرك، بيعمل لي نمرة واحد احتراق كامل للوقود، نمرة اتنين بيوفر لي وقود بنسبة 50%. يعني أنا لو حاطط 200 يعني مثلا حاطط 100 رتل بنزين في العربية بالجهاز ده، كأني حاطط 200 رتل بنزين في العربية كده. لو حاطط 30 رتل كأني حاطط 60 بالزبط. لو حاطط 20 كأني حاطط 40 ضعف الكمية، يعني بيمشيك ضعف المسافة اللي هتمشيك بالبنزين. يعني لو هتمشي 100 كيلو بالجهاز هتمشي 200 كيلو بنفس كمية البنزين أيا كانت هي بقى إيه. ده بالنسبة للجهاز ده. طبعا في منه أحجام مختلفة مش حجم يعني واحد. إيه بقى إشمعنى أحجام مختلفة؟ علشان قدرات مختلفة، لأن ده بيشغل بيطلع كمية غاز تكفي محرك 1600 وتكفي عربية 1600 سي سي. تمام. افرض ان عندي عربية 2000 3000 5000 فيما اعلى فيما فوق احجامها بتبقى مختلفة. انا عندي ده مثلا وزنه 5 كيلو. عندي اخوه بالظبط وزنه 1 طن اللي هو الاحمر ده. ده بقى ايه 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 ده ايه ده اشمعنى ده بقى؟ يعني ده مش معقول هيتركب في عربية الخمسة طن ده مش هيتركب في عربية. ده بيشتغل للمولدات الثابتة على الأرض، يعني ده مهمته يوفر لي وقود لمولدات 1 ميجا 1000 كيلو وات. وقود ولا كهرباء؟ لا وقود، يوفر وقود للمحركات اللي هو الجنريتور اللي هو 1 ميجا، ده بيوفر لي نص السولر المستهلك للمولدات. طبعا المولد تقريبا بيستهلك في الساعة حوالي 220 لتر. اللي هو الواحد ميجا، فده بيوفر لي طبعا هيدينا رقم كبير جدا في التوفير لما يضاف للمولد يضاف، لكن ده ما بيطلعش كهرباء، ده بيطلع لي غاز الهيدروجين زي ده بالظبط. تمام. فبيطلع لي غاز الهيدروجين ده كله طبعا صناعه عندي برضو هاند ميد. ده برضو ده انت اللي عامله في الورشه هنا؟ اه كل ده مصنع عندي. في طبعا في احجام صغيره واصغر، بيشتغل للنقل، بيشتغل للاوتوبيسات، بيشتغل جميع محركات الاحتراق الداخلي بقى. نقدر نقول لانش في البحر، نقدر نقول مكن رأي، نقدر نقول ممكن سفينة في البحر كمان. ياه يعني الجهاز ده ممكن يشغل سفينة في البحر؟ يوفر مش هيلغي. يوفر مش هيلغي اه. لأن ده تمام. بيحول لي المية إلى غاز قابل للإشتعال. الجهاز سواء صغير أو كبير. طب نرجع تاني للجهاز ده. فضل. يعني الجهاز ده بتقول لي يعني ده قد إيه؟ يعني وزنه وحجمه قد إيه؟ ده تقريبا 5 كيلو. تمام. لأن أنا عرفت وزنه من التصدير. تمام. فده اللي بيوفر لي وقود لغايه 1600 سي سي، محرك قدرته 1600 سي سي. ده راكب في عربيات هنا كتير. انا راكب منه في اسماعيليه. يعني اسماعيليه في ناس كتير مركبه منه؟ او لسه مركب في بلبيس، في حد لسه جاي مركبه، في ناس كتير مركبه جدا يعني. من الجهاز ده؟ اه فطبعا لو مش لو ما بيوفرش ما حدش يجي يركب. وبعدين النهارده انا يعني حلول الجهاز ده بيشيل رتله ميه، لكن لا بقى انت بتقول لي ميه البحر كمان، يعني مش ميه الشرب اللي احنا بنشرب، لا بقول لك ميه البحر. تمام. يعني يا جماعه ميه البحر إيه؟ يعني مش بنقول ميه الترعه او ميه الحنفيه، لا ده بيمشي بميه البحر ايا كان نوع الميه بقى. ايا كان بحر، ميه ترعه، ميه حنفيه، ميه مقطره، ايا كان نوع الميه بيشتغل عليه. يعني ده بوفر 50% من الوقود، ما بيقلش عن 30. كل كام كيلو بقى احط فيه رتله ميه بقى يا باشمهندس؟ ده بالنسبه للعربيات اللي هي ال 1600 بتحط لتر ميه واحد كل 800 كيلو متر. كل 800 كيلو احط رتله ميه واحد. رتله ميه واحد ده العربيات ال 1600 سي سي. تمام. طب الجهاز بقى اللي يكون عربيه اكتر من كده 2000 يعني مثلا او 2400، الجهاز بيكون اكبر من ده حجما؟ فوق ال 1600 بيزيد تقريبا بضعف، لان مثلا فيها انا ركبت ال 3000 سي سي كتير. تمام. اللي الجهاز حجمه قد ايه؟ يعني شايف ده حجمه صغير جدا يا جماعه، ضعف التاني. وبيشتغل على بطاريه العربيه او كهربه العربيه. وحاجه تانيه عايز اقولها مهمه جدا، ده ما بيأثرش اطلاقا على الكهرباء بتاعت العربيه، يعني اكنك منور لمبه او النور الامامي بتاع العربيه بيأثر في البطاريه في حاجه، يعني ما بيستهلكش كهرباء كتير، استهلاكه للبطاريه قليل جدا، يعني اكنك منور نور بتاع العربيه بالظبط. يعني غير ضار بالعربيه باي حاجه اطلاقا. نفترض دلوقتي ان المايه خلصت وانا تمام بيرجع استهلاك البنزين طبيعي تاني للعربيه، هتحس بالفرق ان العربيه بتستهلك تاني بنزين بطبيعتها. ده لو اتشال بقى الجهاز مفيش وفر. لو اتشال اول مايه خلصت انا ما خدتش بالي. لو المايه بقى انا عندي مؤشر هنا بيبين لي اذا كان في مايه ولا لا،
اول ما خلصت ولا لا، الجهاز شغال ولا لا، في مؤشرات بتوضح. طب المؤشر ده بيبقى في طبلون العربيه ولا بيبقى على الجهاز؟ ده جوه غرفه المحرك. الجهاز ده اصلا بيركب جوه غرفه المحرك بتاع العربيه. الجهاز ده يعني انا بفك المحرك واركبه ولا بركبه في جنب والكهرباء و... العربيات ما بعدلش اي حاجه في العربيات. تمام. ده بيركب جوه غرفه المحرك بيضاف للعربيه، لكن ما بعدلش في العربيه، لان لو شلت الجهاز او سحبته خلاص شلته من العربيه كان ما فيش اي تعديل في العربيه تم، لكن العربيه تستهلك الاستهلاك الطبيعي بتاعها المعتاد يعني. لكن مفيش توفير. احنا هنقول بقى الغاز اللي بيطلع من الميه، يعني احنا نعرف يعني لاول مره ده ان عربيه تمشي او يبقى في حاجه بنضيف لها الميه فبتمشي العربيه اكتر. تمام. انما عربيه تمشي، يعني انت المركبه اللي قدامنا دي ان هي بتمشي بايه؟ كلها كامله بالميه. بالكامل بالميه او بالهيدروجين المستخرج من الميه. يعني في جهاز بتحط ميه. الجهاز ده. تمام. بيخش جواه الميه. بس بتاع توك توك فيه تعديل بسيط، يعني جهاز مواصفات خاصه غير ده. تمام. بيتم الغاء البنزين نهائي ونشغل بيه المحرك بالكامل بالهيدروجين المستخرج من الميه. وعلى فكره عايز اقول حاجه، لغايه وقتنا هذا وانا بكلمك كده على مستوى العالم ما حدش انتج محرك يشتغل او انتج جهاز يشغل محرك 300 سي سي مباشر بدون تخزين وقود، لان تخزين الغاز الهيدروجين تخزينه خطير، لان في غاز الهيدروجين. عايزينك تشرح لنا كده يا باشمهندس، يعني برضو اتفهمنا اكتر النقطه. طيب. دي اقول لك حاجه وتوضح لنا فيها، يعني وضح لنا النقطه دي في الوقت الحالي. انت بتقول ايه في الوقت الحالي؟ في تمام. اوروبا، في اوروبا بيشغلوا عربيات بالهيدروجين بالكامل اي قدرات، ولكن لازم يحط في الهيدروجين في خزان وقود زي خزان البنزين عندنا مثلا. تمام. بنعبي العربيه، نخش محطه تزويد وقود هيدروجيني، بزود العربيه غاز الهيدروجين وامشي مسافه محدده، خلص غاز الهيدروجين ارجع احط هيدروجين تاني في محطه اخرى وهكذا. لكن انا في حاله التوك توك ده بشغل بالكامل، يعني مش هحتاج. دي تعتبر محطه وقود هيدروجين، دي تعتبر محطه الوقود داخل العربية اللي بتنتج الهيدروجين. بالظبط. بحط لها ميه بس عشان تحوله لي الغاز عشان تمشي لي المركبه. لكن ايه سبب عدم انتشار موضوع الهيدروجين بالكامل اللي هو شغال بالفعل في اوروبا؟ لان انتاج غاز الهيدروجين مكلف جدا، يعني نقدر نقول 10 اضعاف البنزين. لكن في دول عندها قوانين صارمه تمنع تلوث البيئه وتمنع ان في عربيات تمشي. انت بتقول مكلفه، يعني الجهاز ده مكلف؟ لا، عندك اهو جهاز بنتج الهيدروجين، انت بتقول مكلف بره. اقول لسعادتك ليه مكلف؟ لان بيحولوا بيسيلوا الغاز الهيدروجين، بيسيلوه الاول وبعد ما يسيل بيخش محطات وقود عشان يضاف ليها عشان تعبي جوه العربيات او تحط تزود العربيات بالهيدروجين. تمام. فبالتالي كل دي تكلفه عاليه على العميل في النهايه، عشان لو الخزان نفسه بتاع الهيدروجين خزان بمواصفات خاصه مش خزان زي بتاع الغاز. فبكل دي تبقى تكلفه على العميل او على المستهلك الغاز. يعني انت هنا بلغي بقى، مفيش، ما عنديش لا خزان عشان احط فيه غاز الهيدروجين. تمام. عندي تعتبر محطه في قربه تاني بيبقى مع الجهاز ده، ولا هو على قربه العربيه بقى؟ في قربه مضافه للجهاز دي موجوده عندك؟ موجوده، بتمشي مع الجهاز او بتتباع مع الجهاز يعني. تمام. دي بتاخد 1 لتر. هنا بقى دي تعتبر محطه الوقود الخاصه بالعربيه الوحيده، من غير ما اخش ازود هيدروجين في حته، بس هنا بوفر ما بلغيش. لكن بالنسبه للتعبئه بتوفر ما بتلغيش، ما بلغيش البنزين. تمام. بوفر ده 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 في الجهاز ده مش في المركبه يا جماعه، ده على الجهاز ده ملوش دعوه بالمركبه اللي هي اللي اخترعها اللي بتمشي بالميه لوحدها. تمام. الجهاز ده بوفر قد ايه؟ قد ايه يا باشمهندس؟ ما بيقلش عن 30 وما بيزيدش عن 50%. ده يعتمد على سرعات العربيه، لو انا ماشي بسرعه 100 مثلا هيوفر لي 50%، تجاوزت السرعه بقت 160 يعني لو ماشي 100 بالعربيه كاني ماشي كام بقى بالجهاز ده كده؟ ما انا كل ما امشي اكتر بالعربيه العربيه بتستهلك بنزين اكتر. السرعه، التسارع والار بي ام، يعني سرعه العربيه هي اللي ليها علاقه بالتوفير اكتر يعني. لكن هي في كل الاحوال ما بتقلش عن 30% وما بتزيدش عن 50% توفير. طبعا مزايا الهيدروجين كتير جدا، اهمها انه بيمنع لي اي انبعاثات خارجه من العربيه، لان بيعمل لي احتراق كامل للبنزين، وهنحافظ على البيئه. يبقى يعني كده ما وفرناش وقود وبس، لا احنا كمان حافظنا على بيئه نظيفه ما فيهاش اي ملوثات. وانت عارف مشكله المناخ ومشكله
التلوث البيئي. طب ده امان يا باشمهندس لما يطلع غاز الهيدروجين ده قابل للانفجار؟ انت بتقولت لي ما حدش بيرضى يشتغل بيه عشان ده قابل للانفجار، يعني ده امان؟ يعني ده يعني متوفر فيه وسائل الامان اللي انا اركبه في عربيتي؟ غاز الهيدروجين الشديد الاشتعال. تمام، يعني مش ممكن عربيتي وانا ماشي يولع؟ تمام، لذلك انا عامله استهلاك مباشر، يعني الغاز اللي هيخرج من الجهاز هيحترق فور انتاجه، لذلك امن بنسبه 100%، مفيش اي خطوره على المركبه او على راكبين العربيه. وده طبعا بالنسبه للمحرك امن جدا، يعني مش يعني ده الجهاز ده امان، يعني امن للمحرك وامن للناس اللي راكبه جوه المركبه، مفيش اي خطوره من اي نوع، لان ده غاز بيحترق فور انتاجه وما بخزنش. انا شايف ناس كتير يا باشمهندس بتقول لك قول لنا عنوانك فين، مكان الورشه بتاعتك فين، يعني بقول لك انت مكانك فين؟ في محافظه اسماعيليه. فين بالتحديد؟ منطقه الشهداء. منطقه الشهداء يا جماعه، شارع عبد الحكيم عامر. انت بتقول لي انا مهندس ميكانيكي، انت معاك ايه يا باشمهندس محمود؟ انت بتقول انا شغال بقالي فتره جامده في الاختراعات دي. ميكانيكا انتاج. انتاج، انت خريج كليه ايه؟ هندسه ميكانيكا انتاج. تمام. يعني الجهاز ده يا جماعه انت يعني فيه بروح الدول الاوروبيه، تمام، ومتركب في عربيات كتير هنا وتجرب، بقاله قد ايه الجهاز ده؟ يعني ده بقالك قد ايه مخترعه ده وشغال فيه ده يا باشمهندس؟ ده سبب اختراعي او سبب ان انا فكرت اعمله او سبب ان انا عملت المركبه دي اساسا. ايام الثوره ما كانش فيه بنزين. ده في 2011. ايوه، ما كانش فيه بنزين خالص، وكان فيه مشكله، كان في ازمه فول. بنزين. فانا بالنسبه لي اي اختراع او اي حاجه بعملها دي بسبب بتواجهنا مشكله ما، فبالتالي بناء عليها ابتدي افكر في حلول للمشكله اللي بتواجهني. فالمشكله بتاعت ده ما كنت باجي احط عربيتي بنزين ايام الثوره، اقف ساعتين ثلاثه على ما يجي دوري، وفي الاخر قال لي ما فيش بنزين، خلص. وطبعا خلص، يعني الحياه توقفت، يعني كده تقريبا الحياه شبه توقفت بسبب عدم وجود مواد بتروليه او مواد الوقود الاحفوري او البنزين. فابتديت افكر في بديل، ايه اللي ممكن اعمله؟ ابتديت افكر في ان انا اشغل المحرك الاول بالهيدروجين موجود في المايه طبعا، بس طريقه استخلاصه او انتاجه او اطلعه ازاي بكميه كبيره هي دي اللي اخذت مني جهد ووقت كبير. فضلت قد ايه عبال ما اخترعت يعني الجهاز ده؟ تقريبا الفتره يعني تجارب تقريبا مش هتقل عن سنتين، يعني تقريبا سنتين تقريبا على ما وصلت للنتائج المرضيه ان انا اقدر اشغل بيها المحرك. انا اول حاجه جبت المحرك على الارض، اشتريت محرك وابتديت اعمل عليه التجارب الاول، لغايه ما دار لوحده ما فيش اي مشكله بالنسبه للتطوير. ابتديت اعمل البودي او اصنع شاسيه او اعمل المركبه نفسها عشان امشيها كلها بالهيدروجين. بعد ما عملتها وخلصتها يعني تقريبا عشان ايام الثوره ما كانش فيه الاهتمام اللازم، او ما كانش كان الدنيا لسه متلخبطه في الدوله، وما كانش فيه اهتمام بالامور دي، ف كنت عرضتها على وزير البحث العلمي ايامها. طب ده بقول في حد بيقول يعني يعني ده مضر على الكهرباء او بيستهلك امبير عالي من البطاريه؟ خالص، اكنك منور نور العربيه بالظبط. اكنك منور نور العربيه عادي. يعني ما فيش اي استهلاك، يعني ما فيش اي تاثير على البطاريه او على المحرك، بالعكس يعني كل النتائج ايجابيه، ما فيش نتائج سلبيه على المحرك. يعني هو كل 800 كيلو كله مزايا. كل 800 كيلو بينضاف رتله مياه يا جماعه. زائد في مزايا ثانيه كمان، يعني اللي هي عرفنا عليها يا باشمهندس. الهيدروجين المستخرج من الميه دوره انه بيمنع ترسب الكربون على المحرك من جوه، يعني هتلاقي البساتم والصبابات والحساسات الخاصه بالعربيه ما بتكونش عليها كربون مع اضافه الجهاز ده. لكن بدون الجهاز ده. طب وضح لنا ليه بقى يا باشمهندس؟ ليه انت بتقول ما بتكونش فيه كربون على المحرك؟ ليه بقى؟ انا شايف يعني انا شايف هنا في خرطوم خارج من الجهاز. غاز الهيدروجين من ضمن خواصه انه بيمنع ترسب الكربون على المعدن نفسه اللي هو البساتم والصبابات والاجزاء الداخليه. تمام. فبالتالي بيزود لي عمر الافتراضي بتاع المحرك، نمره واحد. نمره اثنين، بيوفر لي بيطول لي مده تغيير الزيت، لان المحرك ما بيسخنش، لان الغاز الهيدروجين بيعمل احتراق كامل، فبالتالي ما بيحصلش زياده حراره جوه المحرك، فبالتالي حراره المحرك بتقل. يعني لو حضرتك ركبت الجهاز هتلاقي الار بي ام بتاع المحرك او عدد لفات الموتور قلت، وهتلاقي صوت الموتور هدي، لان في احتراق كامل للبنزين. يعني انت صنعت منه كميات كبيره، يعني هنقول كده من 2016 لعند 22 صنعت منه كميات كبيره الجهاز ده يا باشمهندس؟
لا ابتديت في التصنيع الفعلي كتجاري من حوالي 6 سنين تقريبا. تمام، صنعت كم واحد من ده كده؟ او اللي اشتغلوا وركبوا في عربيات بالفعل؟ لا، والنسخة الاخيرة اللي حضرتك عملتها دي، النسخة دي اشتغلت كويس معايا، يعني ما فيهاش اي اخطاء ولا اي عيوب. لكن قبل كده كان كل دي تجارب وكان بيحصل فيها اخطاء. هنقول ركب في كام عربيه كده، في لو هنقول هنا في الداخل، مش هنقول بقى اللي اتصدر له، وده نفس الجهاز اللي بيطلع بره ولا واحد تاني؟ يعني انت بتطور اللي بتخرجه بره ولا هو هو؟ لا، بنطلع نفس الشكل ده. نفس الشكل ده. تمام، هنقول كام عربيه كده ركبت لها هنا من يوم ما اخترعت يعني الجهاز ده؟ عدد كبير في محافظات مختلفه، مش اسماعيليه بس. يعني مش اللي بيبقى عنده علم او حد بيقول لحد بيجي لي بركب له جهاز. لكن ما حدش رجع لك كده واشتكى من الجهاز فيما بعد او قال لك في عيب في كده؟ كان في قبل 6 سنين كان في مشاكل بتواجهني في الاجهزه، بيحصل فيها مشاكل معينه. كل ده طبعا عالجته بحيث ان النسخه الاخيره دي ما فيش اي شكوى منها من حوالي 5 سنين تقريبا. ما فيش اي شكوى. طب ده مكلف؟ سعره مكلف ده يا باشمهندس؟ ده اللي هو اللي في ايدك اللي هنقول بقى ده الصغير اللي بيركب على العربيات المعتاده. ده بيكلف 6000 جنيه. ده مركب للعميل كامل ب 6000 جنيه. تمام، كامل ويشتغل. تمام، يوفر له 50%. تمام. طب اشمعنى بقى الجهاز ده بيوفر 50% على العربيه، واشمعنى المركبه اللي قدامنا دي يا جماعه؟ المركبه اللي قدامنا دي، تمام، بتقول دي كلها بتشتغل بالميه. يعني المركبه كلها دي المحرك بتاعها صغير. يعني دي ما بتدخلش فيها بنزين ولا اي حاجه نهائي. مفيش فيها اي يعني المركبه دي كلها كده بتشتغل بالميه. رتله الميه مش بس بتمشيها 100 كيلو؟ دي 100 كيلو. يعني انا ممكن احط فيها رتله توديني لعند القاهره من اسماعيليه للقاهره 100 كيلو، ورتله من هناك ترجعني تاني وبالميه. اقول لساعتك حاجه، لتر الغاز، لتر الميه الواحد لما بحوله من صوره سائله لصوره غازيه بيديني 1800 لتر غاز. ده بالنسبه لل طيب هقول لك على حاجه. ده انا 1800 لتر انا باخد في الشوط الواحد، يعني يقدر يمشيني مسافه كويسه. باخد في الشوط الواحد 3 سنتي في الشوط مع الار بي ام 3000. يعني تتحسب هتلاقي في النهايه اللي انا بقوله كلام مظبوط مع التجربه العملي. طبعا انا مشيت بيها حوالي سنه ونص تقريبا في اسماعيليه. تمام، وبعد كده ركنتها خلاص. يعني مشيت بيها علشان اشوف الاخطاء والعيوب والمشاكل اللي ممكن تواجهني في العربيه. مفيش اي مشكله. وبعد كده ما لقيتش يعني خطوه ايجابيه ان احنا نقدر ننتج منها في مصر في هذا التوقيت، او ما كانش فيه اهتمام. طب نرجع تاني بقى عشان الناس كلها بتسال على الجهاز ده. بقول لك ينفع العربيات اللي هي السولار يشتغل عليها؟ سولار وبنزين. يعني ينفع يشتغل؟ يعني الناس بتقول لك انت بتتكلم على العربيات الملاكي، ما اتكلمتش لنا على العربيات اللي بتشتغل بالسولار. سولار وبنزين وغاز كمان ينفع يشتغل. طب في الغاز بقى، العربيه غاز راكب عليها انبوبه، هيوفر فيها ايه يا باشمهندس؟ هينفع يوفر فيها ازاي؟ اهو بقول لساعتك حاجه، بالنسبه للغاز اصلا نسبه الاشتعال بتاعته اقل كفاءه من البنزين. يعني تمام، يعني دلوقتي فهمنا برضو، وضح لنا. انا مركبت في عربيتي غاز مثلا، غاز بوتاجاز. في السحب بتاع العربيه بيبقى ضعيف وما بيبقاش زي البنزين، لان يعني العربيه بتسحب تدريجي. طب هنا فايده ايه في الجهاز ده لو اضاف للعربيه اللي بتمشي بالغاز؟ هيخليها بتمشي ببنزين تقريبا 95. هتحس ان التسارع بتاع العربيه، التسارع بتاع العربيه اكتر واشد من العربيه البنزين لما يضاف للغاز. ده للغاز. طب العربيات السولار بقى بنفس الكفاءه بتشتغل، يعني نسبه احتراق اقول لساعتك العربيات النهارده ما يكون زيرو طالعه من الاجانس. تمام، من المصنع. الاحتراق بتاعها بيعتبر احتراق غير محتمل او ما بيبقاش احتراق كامل. يعني نسبه احتراق، يعني وضح لنا دي بقى بالتحديد تحديدا النقطة دي. نسبة احتراق البنزين في العربيات وهي لسه طالعة من المصنع تبقى حوالي 51% احتراق للوقود، والباقي وقود غير محترق. ده مش كلامي أنا، ده كلام المتخصصين في هذا المكان المجال. نسبة احتراق السولر في العربيات النقل أو أي عربية بتشتغل بالسولر، نسبة الاحتراق 49%. طيب مهمة الجهاز ده إيه؟ انه بيعمل لي احتراق كامل للبنزين اللي هو 49% الغير محترق. لذلك لما الجهاز بيركب بتلاقي ما فيش اي نوع من انواع التلوث خارجه من الشكمان بالاجهزه اللي يعني احنا يا باشمهندس، يعني تحديدا لو خدنا الجهاز ده وطورناه وركب في كل العربيات نوفر
50% من الوقود المستهلك في اليوم. هو مش هيتطور، هو هيركب على وضعه ده. هيركب على وضعه. اوفر قد ايه بقى؟ لو ركبت في كل العربيات بقى بنزين وسولار وكده. ده لو ركب لجميع العربيات في مصر مثلا. هتوفر يعني على الدوله مليارات الدولارات، لان انت هوفر مليارات، بتوفر نص الطاقه المستهلكه على مستوى جمهوريه مصر مثلا، او مستوى الدوله اللي بيشتغل فيها الجهاز. فكده وفرت مليارات الدولارات. يعني احنا بنقول كله يركب غاز يا جماعه عشان نوفر في البنزين او نوفر في الوقود، لكن لما نركب الجهاز ده هيوفر ده. طب موفر اكتر من الغاز، وهنحافظ على بيئه نظيفه كمان. تمام، يعني هنحافظ على بيئه نظيفه، يعني هيوفر بنزين او يوفر وقود وهنحافظ على بيئه نظيفه. ده يوفر على البلد بقى كده مليارات. ده لو هركبه بقى، لو اتعمم يعني انت بتقول ان كانوا بره هم عملوا عربيه بتمشي بالكهرباء، لكن لسه ما يعني ما جابتش العالم كله، الدول كلها، انا عملت عربيه بتمشي بالميه ليها سلبيات، واخترعت برضو جهاز. يعني انت بتقول واخترعت بالاضافه اختراع جهاز بوفر 50% من الوقود. تمام. وحط فيه رتله بتمشيه 800 كيلو، ومش شرط اي ميه، يعني ميه البحر ماشي، ميه الترعه ماشي، اي ميه. تمام مظبوط. وعايزين توضح لنا كده، وضح لنا يا باشمهندس برضه، يعني ده يعني ينفع يتعمم ولا ممكن يعني يتطور؟ يعني ده لو اتعمل يتطور منه. في ده لو اتعمل منه خط انتاج ويتركب في العربيات اللي موجوده في مصر كلها مثلا. تمام، يتعمل له خط انتاج. تمام، خط انتاج طبعا. يعني لو اتعمل من خلال مثلا الهيئه العربيه للتصنيع مثلا، او من خلال جهه ما في مصر، ممكن يعني تتولى انتاج هذا الامر بحيث يشتغل او يتوزع على نطاق واسع او يركب لجميع العربيات. طب في نقطه هامه جدا، ولو المرور ايوه، لو المرور خلى دي تركب في العربيات. يعني انت يعني بتقول يعني لما حد يروح يرخص ياخد دي اجباري، زي يعني ياخد دي تبقى اجباري في عربيته، وفي نفس الوقت نقدر نقول مثلا تكلفته 6000، مش كل الناس جاهزه لتركيب الجهاز. تمام. ممكن من خلال البنك او تعمل اقساط للعربيات تركب، بحيث هيوفر لي على الدوله. لو حسبناها في النهايه هيوفر على الدوله مليارات الدولارات، هيرفع من الاقتصاد. طيب حمان. ينفع في ناس كتير قوي بتسال يا باشمهندس، بتقول لك ينفع يشتغل على الجرار الزراعي؟ طبعا اي محرك الجرار محرك. جرار مكن راي، عربيات باحجامها بكل قدراتها، سولار او بنزين، اللي انت تعمل بسولار او بنزين، اي محرك احتراق داخلي، لانج في البحر، سفينه، قطر، اي محرك احتراق داخلي ينفع يشتغل عليه، بس طبعا احجام مختلفه مش حجم واحد. يعني كل يعني محرك بيناسبه او بتركب له الحجم المناسب ليه، يعني عشان ده بيطلع عدد لترات غاز في الدقيقه. في الدقيقه ده بيطلع عدد معين من اللترات اللي تناسب حجم المحرك. يعني ما ينفعش ده اركبه مثلا عربيه نقل، مش هيوفر لي نسبه خالص يعني تقريبا، لان محرك النقل كبير، مش هينفع اشغله على الاتوبيس، لكن ينفع اشغله على عربيه 1600 معمول يناسب الحجم ده اللي هو في ايديا، لكن في احجام مختلفه طبعا. هو ده الجهاز اللي يعني زي خلايا الهيدروجين كده ولا حاجه ثانيه؟ هو بص يعني وضح لنا النقطة دي برضه. حضرتك قول السؤال تاني معلش. يعني هو ده الجهاز اللي بينتج خلايا الهيدروجين ولا حاجة تانية أنت مخترعها؟ لا، الجهاز ده هو زي ما قلت لحضرتك بيفصل لي جزيئات المية ويطلع لي هيدروجين. أنت بتحط في مية؟ بتخرج تاني من صورة سائلة لصورة غازية، يعني بتخرج مية خارج غاز. بتخرج من الخرطوم ده يا جماعة؟ اللي هو ده. بتنزل ميه بتخرج غاز. يعني انت بتحط الميه بتخرج غاز اللي هي ايه بقى؟ اللي هي النيتروجين بيطلع من الخرطوم ده. هيدروجين بيطلع من الخرطوم ده على المحرك. على العمه بتاعت العربيه. على العمه بتاعت العربيه. بتوفر لي 50% من الوقود. وده كل 800 كيلو بحط رتله ميه واحده. رتله ميه بالنسبه للعربيات العاديه. لكن بالنسبه للتوك توك جهاز تاني بمواصفات تناسب المحرك ده. انما المركبه اللي قدامنا دي 100 كيلو بس بالنسبه للمركبه دي. انت بتقول بحط فيها مثلا، لو حطيت فيها 3 رتل ميه بحر تمشيني 300 كيلو. تمام. دي ملهاش دعوه باي حاجه تانيه يا جماعه، اللي هي دي المركبه دي اللي قدامنا يا جماعه. اللي هي المركبه اللي تشبه مركبه التوك توك دي. يمكن احنا وريناها لكم وهي ماشيه وبتتمول ميه البحر.
تمام، هي مركونه طبعا عشان كده منظرها بقى مش حلو، عشان مركونه بقى لها 7 سنين تقريبا في المخزن. تمام. انت بتقول لي في اختراعات تانية كتير، لكن انا بقول لك مش هنعلن عليها دلوقتي بقى، خليها في وقت تاني، احنا خلينا في الجهاز ده يعني. تمام مفيش مشكله، لكن ممكن ندي نبذه بسيطه على مجموعه الاختراعات الاخرى، حاجه سريعه كده، عناوين عريضه. نقدر نقول ان احنا عملنا انتاج طاقه كهربائيه من خلال جاذبيه الارض. جاذبيه الارض طاقه غير مستغله. الصوت يا جماعه، طاقه جاذبيه الارض طاقه غير مستغله، هي موجودة طبعا لغاية يوم القيامة طبعا موجودة الجاذبية. فأنا عملت حاجة نقدر نستغل أو نوظف جاذبية الأرض دي، إنها تحول طاقة الجاذبية إلى طاقة الوضع إلى طاقة دائرية، وأطلع منها طاقة كهربائية. ده هنتكلم فيه باستفاضة، وأوريك النموذج اللي يثبت إن شاء الله. طيب يعني كل حاجة لها نماذج. عمل حاجة تانية. طب نقطة واحدة مش طيب. نرجع للجهاز ده تاني برضو أخيرا. بقولك ما يقللش جهد العربية لو ركبت العربية أو الجرار، بيزود عزم المحرك 30%. تاني كده يعني الجهاز ده لما يضاف للعربية بيزود لي عزمها 30%، ما بيقللش. يعني ده ما يقللش من أو يضعف الموتور بتاع العربية، بيزود من عزم العربية 30%. يعني لو جبنا عربيتين نفس الموديل، دي فيها جهاز ودي ما فيهاش جهاز، اللي فيها الجهاز هتسبق اللي هي ما فيهاش جهاز، لان بتديني عزم للعربيه 30%. طب ده لو اتطور، العربيه اللي تمشي بالكهرباء افضل ولا اللي بتمشي بالميه افضل؟ برضو البطاريه اللي بتمشي بالكهرباء لها سلبياتها، ان انت لازم هتخش محطة. يعني انت حاولت انك تخترع حاجه زي العربيه اللي هي طبعا كل حاجه اشتغلت برضو في موضوع ايه السلبيات فترة. بتاعتها يعني انت بتقول لي لا ده اللي تمشي بالميه افضل، لازم تمشي عدد كيلوات معينه، ولازم تخش تزود تحط الشاحن في الكهرباء. تمام. والشحن بيقعد فتره كبيره وعدد ساعات يعني مش بسرعه، فده بدينا السلبيات. نفترض ان انا عايز اسافر سفر كبير 500 كيلو 600 كيلو 1000 كيلو، تمام، فلازم اخش محطه وقود عشان احط الكهرباء فيها ومصدر كهرباء عشان ازود البطاريات، واقعد 4 5 ساعات ازود الكهرباء. لكن العربيه بقى اللي بتمشي بالميه، لكن بالنسبه لدي هتحط لتر ميه، تمشي لتر ميه مش كتير يعني، هيمشيك انت بتقولي 800 كيلو بالظبط. 800 كيلو طبعا، هيوفر 50% مسافه 800 كيلو، ماشي يعني لتر واحد مشيت 800 كيلو، هوفر معايا 50%. يعني لو هقول كده بين محافظه ايه وايه يستهلك كام كيلو وتستهلك قد ايه؟ يعني من هنا لبقى يعني مثلا اسكندريه رايح جاي. لا منين بقى؟ من ليه؟ لا منين؟ اسماعيليه مثلا اسكندريه رايح جاي هتاخد اقل من لتر. اقل من لتر ميه؟ اقل من لتر. وكام بقى بنزين بقى عليه؟ لا بنزين تقريبا لتر البنزين في العربيات ال 1600 بيمشي حوالي 10 من 10 ل 12 كيلو. تمام. لتر البنزين الواحد. تمام 10 كيلو. ده بالنسبه للبنزين، لكن بالنسبه للجهاز لتر ميه بس في ال 800 كيلو بالظبط. يعني انا ممكن بريتلت الميه دي اهي الريتلة البنزين يمشينا 20 كيلو هيوفر معايا، ما هيوفر 50%، يبقى ريتلة البنزين هتمشيني 20 كيلو بالظبط بالظبط، بدل 10 هتمشيك 20. ده على كده بالجهاز ده يا جماعه، بالجهاز ده يا جماعه كده العربيه اللي بالميه افضل من العربيه اللي بالكهرباء، ان كان هم عملوا انت بتقول ان كان هم عملوا العربيه بالكهرباء، فانا عملت العربيه اللي بالميه. تمام. واتفعلت بالفعل. موجوده. عايز تقول ايه؟ نموذج حي. انت عندك ورشه هنا وورشه الناحيه الثانيه، وشاف عندك شباب شغال وزي الفل وفاهمين وكده. الحمد لله، يعني اتمنى الاهتمام بالبحث العلمي في مصر، لان البحث العلمي سبب من اسباب تقدم الدول. تمام. سبب قوي جدا من اسباب تقدم الدول، لو حصل اهتمام بالبحث العلمي اعتقد ان وعايز حد يتبنى الحاجه بتاعتك، يعني عشان عظيم. يعني انت بتقول لي عايز حد يتبنى الاختراع بتاعي عشان الانتاج يكتر في البلد. اقول لحضرتك حاجه، بالنسبه للاختراعات بتكلف كتير جدا، يعني انا جهاز زي ده عشان انا اوصل للنتيجه دي بذلت انت تعبت، بذلت جهد وفلوس كتير جدا وتجارب كتير جدا. انت بتقول لي ما كنتش بنام، انا كنت ببات في الورشه. بالظبط كده، فطبعا كل دي مصاريف. انا عندي عده اختراعات عامل منها نماذج، فلو انا همسك كل نموذج اشتغل فيه بصرف ارقام كبيره جدا من. طب لو اتطور بقى، يعني ده نموذج ونجح يا جماعه، لو حصل تطوير للجهاز ده من خلال جهه ما دعمتني وتبنت هذه الفكره وتعاوننا مع بعض في تطويره، ممكن نوصل لان احنا بنمشي عربيه بالكامل بالهيدروجين، لان طبعا اللي هي بالميه. بالظبط، او بالميه العربيات العاديه، بس طبعا الموضوع ده محتاج تفرغ تام لهذا الامر،
وان انا ما بقاش عندي حاجه تانية غير ده، وجهه ما تتولى هذا البحث او هذا التطوير، لان طبعا الموضوع مكلف جدا، مش تكلفته مش قليله. ومن ضمن الحاجات اللي عملها جهاز بيطلع الموجة البحر طاقة غير مستغلة، عمل جهاز برضو بينتج كهرباء من موجة البحر، حركة ترددية تحولها. يعني ناخد جهاز نوديه البحر عشان وفي موج عشان ينتج لنا كهرباء يا باشمهندس؟ لا، هتعمل محطة وقود على البحر. فبالنسبة لو انا لا مش عايزين بقى نحرق بقى المفاجأة دي، خلي دي في حلقة تانية كده يا باشمهندس، احنا خلينا في الجهاز بتاع النهاردة. يا جماعة، اختراع جهاز الأول، اختراع مركبة تعمل بالكامل بميه البحر، الرتله بتمشيها 100 كيلو، دي حاجه، والمركبه تشبه مركبه التوك توك. تاني حاجه، اختراع جهاز وفر الوقود 50% يا باشمهندس. يعني لو هتحط 30 ل 50، ما بيقلش عن 30 وما بيزيدش عن 50، وما بيقللش، ما بيضعفش الموتور، بيزود عزم العربيه، بيطول من فتره من عمر الزيت بتاع العربيه، بيدي عزم زياده 30%، بيهدي من حراره الموتور، بيطول عمر الافتراضي بتاع المحرك، بيمنع انت اللي بتركب، انت اللي بتركب هنا يا باشمهندس، بركب الاجهزه، بيمنع ترسب الكربون داخل المحرك، فبيطول من الحساسات، عمر الحساسات، قلبة البيئة، البساتم، السبابات، بيطول من عمر الحساسات نمرة واحد، لأن الحساسات مشكلها كتير، لأن العربات الحديثة كلها شغالة بالحساسات، فده بيساعد على عدم ترسب الكربون، وده مهم جدا بالنسبة للعربات الحديثة. شكرا شكرا يا باشمهندس.